في صورة للإنسان إن كان هو صادق وحقيقي تبقى متجردة دايما، صورة بعيدة عن المجتمع، بعيدة عن السلطات، بعيدة عن الخوف، بعيدة عن كل المشاعر اللي بتسببه ضغط. الصورة دي وانت لوحدك قدام المراية مثلا، وانت قدام الورقة رايح تكتب أو رايح ترسم أو رايح تعمل أي شيء فيه إبداع، فانت بتطلع التكوين بتاع الهوية بتاعتك ده. الصورة دي هي بالنسبة لي هي حقيقة الأنية، كمان بتشوفها في عمائك، في مسبح في عمائك قبل النوم مثلا. مهما تعددت أنا ومهما تعددت هي، فهي دي صورة الحقيقية، أو اللي أنا بشوفها حقيقية، أو أكثر فيها أكثر نسبة من الحقيقة. بحس ان دي نموذج اصلي زي النماذج الاصليه بتاعت يونغ، كارل جوستاف يونغ. الصوره دي مشتقه من كل تجربتك كلها، كل اللي حصل لك، كل اللي فكرت فيه، كل اللي خيلته، كل شيء. فانا بحاول بقدر الامكان وانني احافظ على الصوره دي، او ان احافظ مش على الصوره بس، احافظ ان انا اشوفها، ان انا طول الوقت اشوفها، لان ده بيسريني جدا، بيسريني بالصدق.